بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن كيفية تسجيل استمارة الميول والاتجاهات وازاي اقدر اتبعها. تحت الوزارة موقع خاص بها زي ما حضراتكم شايفين الرابط قدامكم، فيه بيدخل الطلاب وبيقدروا يسجلوا الميول والاتجاهات الخاصة بيهم، وفي النهاية بيقدروا يتبعوا الاستمارة دي ويقدروا يوصلوها للمدرسة. هنشوف الكلام ده مع بعض بالتفصيل. هندخل على جوجل وهنكتب استطلاع رأي الطلاب، او نكتب الرابط اللي قدام حضراتكم survey.ems.gov.eg، او ممكن اكتب باللغة العربية استطلاع رأي الطالب. اول حاجة بكتب البريد الالكتروني، وبعد كده كلمة المرور، وفي النهاية بكتب تسجيل دخول. مباشرة بتفتح الاستمارة الخاصة بالميول والاتجاهات. كل سؤال قدامه موافق او موافق الى حد ما او غير موافق. طبعا بيظهر قدام حضراتكم اسم الطالب واسم المدرسة، وتبدأ كل الاسئلة موجودة تباعا، نبدأ نجاوب عليها. وبعد ما نخلص الإجابة على كل الأسئلة بضغط على كلمة إرسال. بالشكل ده أنا أكون جاوبت على كل الأسئلة الخاصة بالميول والاتجاهات. دلوقتي هننتقل إلى النقطة الثانية، وهي كيفية طباعة الاستمارة. بعد الانتهاء من الإجابة على جميع أسئلة استمارة الميول والاتجاهات، أقدر بمنتهى البساطة أضغط على الثلاث نقاط وبختار More Option، وبضغط على كلمة Print وبتظهر معايا خصائص الطباعة، وبختار إذا كانت الصفحة عايزاها بالطول أو بالعرض، وببدأ بطبع الصفحة مباشرة. لو ما كانش عندي طبعة متوصلة بالجهاز بيتحفظ الملف كPDF، بقدر أسيفه وبطبعه في أي وقت. الطريقة التانية إن أنا بضغط من كيبورد على كلمة كنترول وبي، فبيجيني برضو نفس الخاصية بتاعت الطباعة. بعد ما بسيف الملف ممكن أطبعه وأوصله للمدرسة، أسلمه للمدرسة علشان خاطر ده إثبات إن أنا مليت استمارة الميول والاتجاهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.